صباح الخير لارا، كيفك؟ غسلتي بعد ما اكلتي؟ شكله لا. شكله لا. لا لا لا. لا غسلي فمك كمان. يلا نروح مقهى بسس. يلا نروح مقهى بسس. مقهى بسس؟ ايه. بكرة. بكرة؟ ايه بعد ما غسلتي فمك، انا لسه اشوف انه لسه ما غسلت فمك. يلا. يلا روحي. سو هلو صباح الخير. والله صراحة يعني إن شاء الله إنه صباح الخير، معني نفسي ما أحس إني كويسة. اتنكت، كبيت القهوة هناك، شوفوا هناك وأنا ماشية، رجعت كبيت القهوة هنا، شوفوا القزاز مرة واضح ما يلمع. بعدين كبيت القهوة على الطنية، ما أدري شو أحس فيه. anyway أنا اليوم جدولي ما أعرف إيش هو، بس واحدة من الأشياء اللي أعرف إني أبغاها إنه أبغى أروح نيل سبا وأسوي لي أظافري. أنا أبردها شخصياً بس ما أضبطها مرة يعني، فبروح أسويها عشان تتغير نفسيتي. ما رح أحط لون لأن لسه علي صلاة، بس إن شاء الله هذا الشيء يغير من نفسيتي. فبروح الحين أقوم أحط ميك اب وأطلع بشوف إذا هم الحين اليوم جمعة، بشوف إذا هم فاتحين أو لا. بروح هذا الفيديو 15 minutes بيلاتيز. قررت اني ابدا بيلاتيز لانه مره شفت على تيك توك اكتبوا بيلاتيز ترانسفورميشن، مره كثير ناس يمدحونه حتى لو كان على المات، فمره متحمسه اني ابدا. ولاني اصلا من زمان انا ما سويت رياضه، احس اني يدوب ماني قادره اصلا، يعني ما فيني حيل اني ابدا اسوي رياضه. فبسوي بيلاتيز، راح ابدا اسوي بيلاتيز. البيلاتيز زي اليوغا بس فيها كثير، يعني ما هي ستريتشينج كثر ما هي شلون اقول لكم، يعني فيها ريزيستنس شويه، يعني تحسون ان العضلات من جد تشتغل. فمره متحمسه اني ابدا بيلاتيز صراحه. بحط لكم الفيديو هذا اذا انتم مره مهتمين، بحط لكم اياه في الديسكريبشن بوكس. شوفوا ايش رايكم الاوتفيت حق لارا. لارا دوري، هي اللي اختارته ترى. يلا دوري وريهم. واو، هاي خذي عشان تحطي لك روج. يلا حطي روج. يلا حطي روج. يلا نروح. ليش اخترتي بلو؟ ليش بلو؟ ليش تحبين بلو؟ عشان إلسا. عشان زي إلسا؟ واو مرة حلو.
اسمه مهلا مهلا توقع، مرة مرة لذيذ، يشتهى لجيدكم مأكولات الشارع الهندي. مرة يا بنات لذيذ لذيذ لذيذ، لازم تجربونه. أعطينا رأيك يا طراد عن المطعم، بكل صراحة وشفافية. مطعم جميل، بس عيبه الوحيد صراحة البتر تشيكن لا البت لا لا خليك صريح، خلي محتوى كويس. البتر تشيكن حلو حلو، بس لما تقارنه في مطعم كومار لا كومار أحلى، بس التاكوز حلوة، السمبوسة أحلى أحلى من حق، أنا أشوفها أحلى من حقت كومار. والله مختلفة أحلى. مختلفة مرة فريش. إحنا نأخذ الدجاج بتر تشيكن، بتر تشيكن سمبوسة مختلفة مرة، بس هذه فريش كذا مرة حلوة. هذه شيء مختلف بس حلو جميل مرة شيء. بس كم تعطي؟ أنا أعطيه 10 من 10. أنا أعطيه 9 بس عشان البتر تشيكن. الطبقة اللي أخذناها الثانية متن متن شيء اسمه حلو. مرة لذيذ، لحم كرمل، بس صراحة أنا أعطيه 10 من 10 مرة عجبني، لأن البتر تشيكن كان خفيف على المعدة، ما هو مرة كريمي كذا هذي فيه كله، عرفته طلعت ما حبه يعني. طبعاً طبعاً مطعم غالي هو والله إيه. ما أدري أنا عن السعر إيه. زي كومار the same level يعني، للي يعرفون كومار أغلى من كومار. لا أغلى بس صراحة حلو، رغم أن اسمه ستريت فود، من الآيروني ستريت فود وغالي ما يجي ما يكون ستريت فود. يلا يلا خلينا نخلص مشاويرنا.